يا ساتر يا رب، دول اكلهم ازاي؟ دول حيتان مش سمك. صدق لو وقفت في زوري ممكن تعدي من قفايا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخباركم يا حبايبي؟ يا رب دايما تكونوا في خير وبأحسن حال. جيت لكم النهاردة بتحدي دمار. أنا مش هتكلم، أنتوا شايفين أهو دول سمكتين بوزن 7 كيلو. بس قبل ما نبدأ الفيديو عايز لايكاتكم وشيراتكم، والناس اللي لسه أول مرة تشوفني يا ريت تدعمني. يلا بينا. طبعا هقشرها الأول. قشرنا اول واحده، يلا بينا. بسم الله. محتاجين شويه ليمون طبعا. طبعا ده بقى عايز طبق رز كده وتسافر معاه. طبعا التحدي صعب جدا، لان السمك ناشف لحمته بتعض جامد. بس ان شاء الله ان شاء الله انا قدها. Thank you.
ده حبايبي خلصنا من اول سمكه دي البطن ما باكلهاش ما فيهاش حاجه تتاكل اساسا. نخش بقى على الحوتي الثاني ده. مش عارف ما بتقشرش ليه ده. نبدأ في تاني واحدة بقى. طبعا الواحد لازم ياخد باله من العظم اللي فيه دوت. بص قد ايه لو وقفت في زوري ممكن تعدي من قفايا. طبعا الناس اللي بتسألني انت بتاكل الكلام ده كله ازاي وكده، انا يعني متابع مع دكاترة وكده، فمنصحش اي حد يجرب الكميات دي.
تحمل البطن كلها. طبعا انا شبعت كميه صعبه جدا، بس ان شاء الله اخلصها. حد هيبدا يبقى صعب جدا.
مش قادر. الأكل ضرب في دموق في نافوخي. الأكل ضرب في نافوخي. مش عارف أتكلم. آخر قطعة معنا. نشرب بقى شوية عصير ليمون كده يبردوا كل اللي أكلناه ده. كده حبايبي نكون وصلنا لنهايه الفيديو النهارده. التحدي كان صعب جدا فعلا، اصعب تحدي عملته في حياتي. دول زي ما انتم شايفين عظمتين بس. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، وما تنسونيش في اللايكات والشيرات. الناس اللي لسه اول مره تشوفني ما تنسانيش في الدعم بتاعها، واشوفكم على خير في الفيديو الجاي. سلام.